بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد بن عبد الله. بدأت المعركة سريعة بين معسكر الإيمان الذي جاء به يوسف وبينما هم عليه في معبد آمون من وثنية، واستمرت الحرب بين معبد آمون وفي الجانب الآخر عزيز مصر وأمنحتب، حتى من رأوا يوسف منهم من ناصبه العداء ومنهم من أحبه. فلقد أصبح أمام يوسف الكثير من العقبات لتوصيل رسالة رب العالمين لأهل مصر. أهلاً 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 برجلنا، رجل المعبد في بلاط العزيز. ماذا تريد مني يا كبير الكهنة؟ نريد أن تكون رجلاً لنا في القصر وتأتينا بأخبار كل ما يجري هناك، أن تعرف الخطط القادمة للعزيز والملك وفيما يفكرون. والمقابل؟ المقابل رضا الإله آمون عليك يا رودامون. دعك من رضا الآلهة الآن، قل لي ماذا يمكن أن أستفيد إن أصبحت رجلكم في القصر؟ ملك طيبة متاح للجميع بمجرد هزيمة العزيز، وليس هناك من هو أفضل منك في هذه المرحلة. هذه مخاطرة كبرى، ومع هذا سأحاول جاهداً أن أكون عوناً لكم، شريطة أن يكون لي ملك مصر بعد التخلص من الملك. ونحن من سيجعل الإله آمون يدعمك ويساندك في القصر لتنجز هذه المهمة. الآلهة قادرة على حمايتك يا رودامون. إذا كانت الآلهة قادرة فلماذا استعنتم بي من الأصل؟ هي مصالح مشتركة بيننا، ومن الآن لي نصيب فيما يأتي لكم من خيرات. أنجز مهمتك في القصر وأعد لنا طيبة من أيديهم، والإله لن يبخل عليك بشيء. وقف يوسف يشاهد طقوس عبادة آمون متعجباً من أناس تفرغوا تماماً لعبادة الأوثان دون أن يفكروا في وحدانية الله الواحد الأحد. يوسف النبي في مجتمع جديد عليه لا يعرف عنه الكثير. أيها الإله آمون، أريد أن تربح تجارتي التي كسدت، وأريد أن أصبح ثرياً وعظيماً، فاستجب لدعائي يا إلهي. هل تريد أن تصبح عظيماً؟ نعم. تعال معي فإني سوف أتوسط لك عند الإله آمون. لقد أخذت مني أموالي وذهبي ولم تفعل شيئاً من قبل. توقف عن هذا الحديث يا رجل، وإلا حرمتك من عطف آمون. هيا تعال. أليس في هذا العالم رجل يحول حياة المصريين إلى حياة عادلة مستقرة؟ هنا في مصر الزوج هو من يأتي لزوجته بالجهاز وينفق عليها ويقدم لها الذهب والفضة، ويظل بينهما رباط أبدي. حتى عند الموت تدفن الزوجة إلى جوار زوجها. ظل زاخار متابعا ليوسف
معلما له كل ما يمكن أن يتعلمه من فنون وعلوم مختلفة. وعندنا نحن المصريين تعدد للزوجات، وأيضا يوجد طلاق، ولكننا نفضل أن نعيش مع زوجاتنا حتى الموت. يا رودامون، هذه الأسلحة من الممكن أن تستخدمها في الحرب. هل تعتقد أن المعركة مع جنود آمون ستكون سهلة؟ نحن ننفذ الأوامر فقط يا رودامون، ولسنا طرفاً في تحديد الخسائر والمكاسب لدى الطرفين. أفهم من هذا أنك لا تهتم بالنتيجة؟ هذا لن يفرق كثيراً، المهم لمن تكون الغلبة؟ نعم، ولكني أعتقد أن الكهنة أذكى من أن يصطدموا بالملك في هذه المرحلة. كان يوسف عليه السلام يساعد الفقراء والمساكين ويعطف عليهم ويعطيهم مما وجد من خيرات في قصر عزيز مصر. ما أطيبك يا يوسف يا حبيب الفقراء والمساكين. ليتك كنت معنا منذ زمن بعيد، إذن لأنصفتنا من هذا الظلم. وكان يوسف يعلم من حوله أمور التوحيد. خالتي، هيا جهزي الطعام. كبرت يا بنيامين وأصبحت شاباً قوياً، ولكن فرحتي بك لم تكتمل. أعلم أن غياب أخي يوسف قد فعل بنا كل هذا. يوسف، الجرح العميق الذي لا يمكن أن ننساه أبداً. إنما يحزنني يا خالتي أنني لا أعرف ماذا حدث ليوسف وماذا فعل إخوتي به. هناك قلوب سوداء لو غسلت بماء البحر لن تطهر أبداً. لو كان أحد غيرهم هو من فعل هذا بأخي ما تركته أبداً، ولكنهم إخوتي، فماذا أفعل يا خالتي؟ لتعلم يا بني أنك ويوسف مثل أبنائي بعد موت أمكم راحيل، لن أبتعد عنكما أبداً. فضلك علينا يا خالتي لا يمكن أن ننساه. يوسف، لقد أصبحت مصدر ثقتي وسندي في هذا القصر، وأنا أوكل إليك شؤون هذا القصر كله. كانت خطوة مهمة في حياة يوسف الصديق أن يثق به عزيز مصر إلى هذا الحد. فقد كبرت يا يوسف وأصبحت شاباً جميلاً وقوياً. أنت أقرب إلي من أي رجل من رجالي يا يوسف، أثق بك وأستأمنك على نفسي وعرضي ومالي. أوضح له يوسف أنه عند حسن ظنه وأنه لن يضيع عزيز مصر أبداً. الكهنة يسيطرون على مخازن الغلال، يأخذون أموال الناس بالباطل. ما أجملك من شاب وسيم متزن تعجب النساء، بل وتسحر كل من رأتك. ملي أراني عاشقة، ملي أراني أميل إليك. كل هذا الميل يا يوسف أفقد إرادتي عندما أراك، أخاف على نفسي منك،
ولكن نفسي تطوق إليك كأنك الرجل الوحيد في هذا العالم. عيني يا يوسف. ولكني سأظل أقاوم هذا الإحساس حتى النهاية، فأنا الملكة المتوجة، والملكة لا تضعف أبدا. اعلم يا يوسف أن عقيدتك تخيفهم، لا تندهش، فإن الأخبار تصل إلينا بأنك تدعو إلى إلهك، الإله الواحد، وما أثق به أن يوسف دائما على صواب. يا جنود آمون استعدوا، فإن البلاط العالي وجنوده يريدون أن يتخلصوا منكم، يريدون أن يسيطروا على الإله آمون. كيف لهؤلاء أن يهزموك يا آمون وأنت الإله الذي يرزقهم ويعطيهم ويفيض عليهم من عطاياه؟ مستحيل أن يحدث هذا، فإن جنود آمون يحتمون بقوته وسلطانه طالما كان مستيقظا. نريد الحرب نهارا، فماذا لو هجموا علينا وهو نائم؟ فليأخذ آمون كل شيء شريطة أن يحميني أكثر من غيري. ألا يأكل الإله آمون طعامنا ويحارب بدلا منا؟ هيا يا جنود، لا وقت للجدل، فإن آمون يدافع عنكم. هيا هيا يا لاخور، اذهب وأحضر الأطعمة للجنود ولآمون. ألا يستطيع آمون أن يمنع المعركة من الأساس؟ أم أن سلطانه علينا فقط؟